السلام عليكم حبيبات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، المقادير والطريقه ديال التحضير. هنا درت كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، والبيض، الخميره والكاكاو. ندوزوا للطريقه ديال التحضير. غادي نجيب نكسر هاد ثلاثه البيضات كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد لهم الفاني ونخلطهم مزيان حتى يندمجوا العناصر مزيان. هنا درت كاس ديال السكر، غنزيد عليهم الفاني حتى هو ونخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا. هاد لاجينواس كتجي زوينه وكتجي سهله. غادي نزيد السكر ديال الفاني، ها هو دابا من بعد ما زدتو نخلط. وغادي نزيد كاس ديال الزيت ونزيد كاس ديال الحليب. صراحه انا هاد في لي طاغت كاملين كنستعمل غير هادو، كنستعمل هاد لاجينوازا ولا هاد الكيكه، هي اللي كتجي زوينه وغزاله وكتنجح. دابا غادي نجي ندير، ها هو الخليط كيف ما كتشوفوا. غادي نجي نخلط الخميره مع الدقيق ونزيدو دريك النواشي كيف ما شفتو. درت الدقيق، درت الخميره، درت الكاكاو، غادي نجي نخلطهم مزيان مزيان حتى يعقد لينا الخليط. نتمنى الفيديو يكون واضح ليكم وكل شيء واضح ليكم كيف ما كتشوفوا. هاد الكيكه ديال كيندر صراحه كتجي زوينه، ولا بغيتو تشروها كتجي غاليه، يعني من الاحسن تصوبوها نتوما في الدار، وكتجي يعني بالمقادير بسيطه وسهله، يعني ما كتديش بزاف ديال الوقت. تقدروا توجدوا لاجينواز في الليل والغد ليه تخدموهم على بركه الله. دابا غادي نجيب المول ديالنا، نخلص مازال، نجيب دابا المول ديالنا كيف ما كتشوفوا اللي درت له ورق الزبده، وغادي نكب فيه الخليط وغندخلو الفران على درجه 150 حتى طيب على خاطرها. ومعمركم تفتحوا عليها الفران الكيك او الجينواز او اي حاجه، معمركم تفتحوا عليها الفران من بعد. دابا ما خرجتها، غادي نخليها ليله كامله حتى ترتاح وتشد راسها يعني تبرد. دابا كيف ما كتشوفوا دازت ليله كامله. غادي نجي نحيد ليها هذاك الكاريط، غادي نجي نقسمها على جوج كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجي نقسمها على جوج وغادي نجي نوجد لاكريم باش غادي نعمرها، او الكريمه اللي غادي نعمرها به. انا هنا غادي ندير كريمه ديال الماسكاربون وكريمه الخفق كيف ما كتشوفوا. لهنا هادي انا كنستعملها فيها 30%. غادي نجي نطربهم، ها هما من بعد ما طربتهم غادي نجي نسقي الجينواز ديالنا. ديال الشوكولاته ضروري خصكم تسقيوه شويه باش ما يجيكمش الجينواز قاصحه. على بركه الله دابا غادي ندير الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوا. المهم الفيديو راه موضح الطريقه كامله يعني، وكيجيو ساهلين، ما كيديوش بزاف ديال الوقت كيف ما شفتوا. دابا غادي نجي ندير الكريمه على بركه الله، ندير الكريمه، نبدا ديما بالجوانب ومن بعد نكمل بالوسط. هنا غادي نجي نوجدها، صراحه كتجي غزاله. كنكملوا غادي نجي ندير البنان كيف ما كتشوفوا، يعني كيعطيها واحد لوغو اللي زوين البنان مع الشوكولات كيف ما كتعرفوا. وغادي نجي انا درت وحده بالشوكولات ودرت وحده عاديه، غادي نجي حتى هي نسقيها بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد نجي حتى هي نكمل عليها بلا كريم. وهنا غادي ندير الشوكولا، انا درت الشوكولاته ديال اليوم راه معروفه،
نتوما تقدروا ديروا اي نوع ديال الشوكولا بغيتو، ولا تقدروا تستعملوها هكا عاديه كيف ما كتشوفوا. دابا من بعد ما وجدتها ودرت لها كريم، غادي نجي ندير داك الشكلاط اللي قطعت مرصوات صغار باش كل واحد يجي مرصو ديالو يجي شويه ديال الشوكولات وشويه ديال البنان. صراحه تعطي واحد لوكو زوين وغزال، يعني كنتو تستعملوها انتوما غير في الدار. غادي نجي نحط الجينواز ديالنا كامل. هنا درت انا واحد الديفو اللي قلبت لا طارت، غادي نجي نقلبها للوجه الثاني كيف ما كتشوفوا. انا غادي نقاد كامل الشوكولات هنا. من بعد ما قديتها كامل غادي نجيب الشوكولا اللي كاين دا اللي عندنا اللي غادي نزوقوا بها. انا درت واحد الغلطه البنات، كيندر جبت شريت باكيه إيه، ولكن ما كنتش عارفه عنها باكيه كبيره اللي فيها أربعة. انا كنت باغا غير ديك الباكيه اللي صغيره كيف ما كتشوفوا نتوما. حاولوا الا جبرتوا هذيك اللي فيها جوج، انا ما رضيتش ليها البال صراحه مع الزربه. هنا غادي نجي غير نقسمهم على جوج كيف ما كتشوفوا، راه ساهلين. واخا ما جبرتوا هذوك ديال جوج تقدروا تستعملوا هادو. وغادي ندير دي كيندغ ديالي بحال هكا، راه كيتلصقوا بالزربه ويعني ما كيديوش الوقت بزاف كيف ما كتشوفوا. صراحه انا هاد لا تقدرت لواحد يعني واحد المناسبه ديال من عائله راجلي. ها هي من بعد راه دابا الغد لي انا صافي درك جبناها عندهم، يعني الحفله غادي نديروها في الدار. جبت الكيندر ما كفاتنيش هذيك ودرت وحده، جبت لنا عاوتاني باكيه اخرى وكملنا عليها كيف ما كتشوفوا. حاولوا غير تضغطوا شويه، من بعد ما كتساليو كامل غادي تجي ندير غادي نحسبوا ربعه، نديروا ربعه ديال اللي كيندر وحده هكا وحده هكا وحده هكا بحال هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره. يعني ندير أربعة، وهنا غادي ندير الشوكولات ديال ام ام امس اللي معروفه غنيه عن التعريف كيف ما شفتوا. وهنا غادي نجيب دوك لي بومبوم ديال الرويضه، صراحه ما عرفتش شنو سميتهم. هنا درتهم حتى هما ستفتهم لي بومبوم ديال الرويضه، صراحه كتجي في المنظر زوينه وغزاله وكتستحق صراحة التجربة. ويعني في المناسبات ديالكم تقدروا ديروها. وهنا غادي ندير لي فخوي غوج ولي فخوي دوك ها هي الطريقة. دابا نخليكم مع الصور ومع الطبلة اللي درنا كيف ما كتشوفوا. درنا القراعي فيهم الصورة يعني ديال الأربعين ديال لوجين، الله يخليها لهم يا ربي والله يجعلها الطربة في حضانهم. صراحة دوزنا واحد الليلة اللي زوينة وغزالة، ضحكنا فيها نشطنا فيها رغم هادشي ديال مع الظروف وهادشي، ولكن الحمد لله الانسان ضحكنا بعدا مع بعضياتنا وكلشي. واخا ما قدرناش يعني تكون العائلة بزاف، راكم عارفين شنو كاين. هنا درنا التمر، درنا الحب، درنا داكشي كامل، العواصر، درنا لي بوب كيك، درنا لي بيبغون عمروهم، دارو مهم ميني صابلي، مهم ما بقاتش في هادشي، بقات غير الانسان يضحك ويتجمع مع بعضياتهم ويضحكوا الناس وينشطوا. نخليكم مع الطبيله تشوفوها. هي هي لا طارت كيف ما كتبان لكم. نظرنا التمر، وهادو بعد الصور صراحه هي كيف ما كتشوفوا. دازت الحفله زوينه والله يخليها لكم والله يجعلها تربه في حضنكم ان شاء الله. هادو غير بعض الصور، نخليكم معكم تشوفوهم. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتمنى تخليولي التعاليق ولي جيم ولي كومونتير.